زيزي مش يحيى صاحبي اتعالج ورجع المدرسة تاني؟ انا مبسوط قوي، ده كان على طول زعلان وقاعد لوحده، لما دلوقتي اتغير خالص. الحمد لله انه اتعالج وبقى كويس، بس هو كان عنده ايه؟ مش عارف بالضبط، بس احنا كنا بنلاحظ انه كل ما يزعل او يتخانق مع حد، او حتى لما كان يلعب معانا كورة مثلا ويتخبط خبطة بسيطة، كان في عينه اليمين وكمان ايده ودراعه كله يورموا، شكلهم يتغير. ساعات كمان كانت بطنه توجعه وصوته يتغير. الغريب يا زيزي انه ساعات ما كانش بيبقى واخد باله انه عينه ورمت، وكان يفضل غايب من المدرسة 3 او 4 ايام لغاية ما بطل يجي خالص. انا دلوقتي فهمت، تسمو الوزمة الوعائية الوراثية، اكيد في حد من اهله عنده نفس المرض، بس للأسف كتير منهم بيفتكروا انه دي حساسية مع انها مرض مناعي. مش حساسية خالص، بس انا عارفة ان مفيش علاج مناسب للاطفال، وانهم بيحتاجوا يعلقوا بلازما في المستشفى لما تجيلهم نوبات التعب. يحيى قال لي ان بقى في علاج متخصص لمرض الوزمة الوعائية الوراثية، بس لازم يلتزم عليه على الاقل مرة او مرتين في الاسبوع علشان ما يحصلوش نوبات خالص. المفاجأة يا زيزي ان العلاج ده مناسب للاطفال من سن 6 سنين، وكمان متوفر في مصر. الحمد لله، ده خبر حلو جدا. يلا بقى يا حلو، ساعدني علشان نعرف كل اصحابنا ان الوزمة الوعائية الوراثية مش حساسية، وعلاجها توفر في بلدنا للاطفال الكبار.